فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادنا هناك فرق بين القلة والجرة والزير، فعندما يقال في بلادنا أن هذه قلة المقصود منها أنها فخار صغير بمقدار سطل واحد. العبرة بما تسعه هذه القلة، إن كان زربتين ونصف فهي المقصودة بالماء طهارة، أما إن كان دون زربتين ونصف لا. نعم، والله صحيح إن قد تختلف القلال. نعم، لكن الرسول في الحديث قلال هجر، خص قلال هجر فقط. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.